بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله مساءكم بكل خير، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نحن في هذا المجلس إن شاء الله مع سورة الأحقاف، وهي آخر سور الحواميم السبعة، الحواميم التي تبدأ بحاميم عددها سبعة. وهذه السور، هذه السورة مكية، وعدد آياتها 35 آية، وهي كما ذكرت ابتدأت بالحروف المقطعة حاميم. كل سورة ابتدأت بحاميم تسمى الحواميم. وحاميم هي تكتب حرفان وتلفظ خمسة أحرف، حاميم حاء وميم، لكن حين نقرأها حاء حاء وألف، ميم ميم ياء ميم، خمسة أحرف، يعني قراءتها خمسة أحرف وكتابتها تكتب حرفان. هذه السورة المباركة اسمها سورة الأحقاف كما وردت في المصحف، وكما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهما سورة الأحقاف. وكان ابن مسعود يقول: إذا دخلت الحواميم، يعني بدأت في قراءة الحواميم، وكأني في روضة، كأنهم يعيشوا في روضة، يعني يرتاح ويحصل ويأنس بسور الحواميم. نعم، وسميت بالأحقاف نسبة إلى الذين، إلى قوم عاد الذين كانوا يسكنون الأحقاف. والأحقاف مأخوذة من الحقف، والحقف هو جبل الرمل، وكانت في حضرموت في اليمن، يعني في الجزء الجنوب الشرقي من الربع الخالي، هناك كانت مسكن. قالوا إن مساكنهم في الأردن، لكن الأوضح أنها في حضرموت في اليمن. الأحقاف مساكن قوم عاد، الأحقاف مأخوذة من الحقف، والحقف هو جبل الرمل الذي كان يطل على البحر. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى حاميم، ومعنى الحروف المقطعة التي عددها في القرآن 14 حرفا، وجمعها أحد العلماء بقولك: نص حكيم قاطع له سر. هذه العبارة، هذه الجملة تشمل الحروف المقطعة، المقطعة وعددها 14 حرف، نصف الحروف الهجائية. حروف الهجائية عددها 28 حرف، نصفها جاء مقطعا: نص حكيم قاطع له سر. إذا حفظت هذه العبارة وهذه الجملة، فأنت يعني حفظت كل الحروف المقطعة التي وردت في 29 سورة في القرآن الكريم. يعني عدد السور التي جاءت فيها الحروف المقطعة 29 سورة. وطبعا كما ذكرنا هي يعني سورة مكية، آياتها 35 آية. نعم، كما ورد، كما هو مرقم في المصحف الكريم الشريف. والحروف المقطعة تعرفون قول العلماء فيها أنها يعني حروف مقطعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن هذا القرآن الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى العرب أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثلها، هو متكون من هذه الحروف. ولذلك قال بعض العلماء: الحروف المقطعة يعني لها ميزة عن بقية الحروف، لذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها في السور، فتكون الحروف المقطعة، وكل الحروف لها يعني منزلة، لكن الحروف المقطعة
طالما أن هذا يعني تهدف إلى شيء وترجع إلى شيء، فهي يعني لها فضل ولها منزلة ومكانة كما ورد ذلك عن بعض العلماء. قالوا المذكور منها هو أشرف من المتروك، الله أعلم. يعني المذكور من هذه الحروف المقطعة هو أشرف من الحروف التي تركت، ولكن كلها طبعا تشكل القرآن الكريم من كل الحروف الثمانية والعشرين. يقول الله سبحانه وتعالى حاميم، كما ذكرنا يعني لا يعلم مراده إلا الله، وهو أسلوب جاء للتحدي، لتحدي العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذه يعني الحروف التي بني منها القرآن وأتى بها القرآن، من الحاء، من الميم، من الألف، من السين، من العين، من النون، من الصاد، هاتوا أنتم مثل هذا القرآن، شكلوا من هذه الحروف العربية الهجائية مثل هذا القرآن، فعجزوا عن ذلك لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل الكتاب. قلنا التنزيل دائما يعني يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولهذا يقولون نزل من عند الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى عالي في العلو هو في السماء، وهذا يدل يعني التنزيل. ودائما سبحان الله يعني لما تأتي الحروف المقطعة يأتي بعد منها يعني ذكر القرآن، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. الأغلب السور التي جاء فيها الحروف المقطعة يأتي فيها ذكر القرآن الكريم. حاميم تنزيل الكتاب، يعني نزل هذا الكتاب، وكل آية منه تفيد العلو، نزل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز. فالكتاب أيضا عزيز عند الله سبحانه وتعالى، القرآن عزيز له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، إذا أفضل إلى أن العزيز الذي لا يغلب. فهنا تنزيل الكتاب من الله العزيز، يعني هذا القرآن من العزيز، من الله سبحانه وتعالى صاحب العزة والمكانة والعلو والرفعة. الحكيم الذي يعني حكيم في قوله، حكيم في فعله، حكيم فيما شرع لعباده، وحكيم من المحكم أيضا، آياته محكمة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض، خلقنا هنا النون للعظمة تعود على الله سبحانه وتعالى، ما خلقنا تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ونسموها النون العظمة. ما خلقنا السماوات وما علانا والأرض التي نراها وما بينهما من المخلوقات إلا بالحق، يعني ما خلقنا السماوات ولا الأرض عبثا ولا لعبا ولا يعني لشيء لهوا، وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحكمة، خلقهما بالحكمة ليجزي المحسن على إحسانه، وأيضا يجزي المسيء على إساءته. وما خلقنا السماوات، آيات كثيرة في سورة الدخان، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، فوردت آيات كثيرة كما قرأ الشيخ أيضا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا يؤيد هذه الآية يعني نفس المعنى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي آخر سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كلها تصب في هذا المعنى، يعني في هناك غاية وفي هناك حكمة وفي هناك وظيفة ومهمة خلقنا من أجلها ووجدنا الله سبحانه وتعالى بها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق العدل والحكمة، ويعني الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني ما تفكروا أن الأمور يعني كذا شيء يعني سبهللة
نعم كما قال الدهريون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا ولا في هنا في مهمة في وظيفة الله خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأجل مسمى كل شيء له أجل لكل أجل كتاب الإنسان له أجل في هذه الحياة يموت كثير من المخلوقات لها أجال كل المخلوقات لها أجال السماء لها أجل ستنتهي في هذا في الوقت الذي يأتي أجلها وتزول السماوات والأرض لها أجل وستزول الأرض وبنو آدم لهم أجل سيموتون وتنتهي ويأتي يوم القيامة يوم الحساب ويوم العقاب نعم وأجل مسمى أجل محدد الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات من جن وإنس وحيوان ونبات وجماد كل له أجل مسمى ينتهي كل شيء من هذه المخلوقات لها أجل عند الله سبحانه وتعالى ستزول بانتهاء هذا الأجل والذين كفروا بالقرآن كفروا بالبعث كفروا بالقيامة كفروا بالجزاء كفروا بالحساب عما أنذروا أنذروا بهذا القرآن أنذروا بالأنبياء وبالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى يعني أنذرهم ذلك لكي الإنذار هو فيه نوع من التهديد والذين كفروا عما أنذروا أما يعني قال لهم الأنبياء وعما حدثهم الأنبياء معرضون يعني معرضون عن القرآن وأيضا يعني الذين كفروا عما أنذروا أنذروا في حساب في عقاب في جنة في نار انتبهوا يا ناس أنتم يعني مخلوقين لأجل مسمى وأنتم أتتكم الرسل أنذرتكم أنذرتكم ماذا خوفتكم بأنه في يوم اليوم الآخر يوم الحساب يوم العقاب يوم الجزاء في جنة في نار عما أنذروا الأنبياء أنذروا الناس بذلك بيوم القيامة بما أعده الله للمحسن وما أعد الله للمسيء والذين كفروا عما أنذروا فيه تخويف طبعا الإنذار دائما فيه تخويف لذلك يقول اللعب توجه بالإنذار معناها انتبه يعني بعد منها فيه شيء خطر والأنبياء أنذرونا وإنذارهم لنا خطر لأنه بعد هذه الحياة في خطر إذا ما أخذنا بالأسباب وفعلنا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى فالإنذار دائما يحمل التخويف والترهيب والذين كفروا عما أنذروا معرضون عن القرآن يصدون عنه يلوون أعناقهم نعم يضعوا أصابعهم في أذانهم كانوا لا يستطيعون سمعه فالذين كفروا معرضون عن سماع الحق الذين سبحان الله يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يعلم يعني مخلوقاته ويعلم الإنسان وما توسوس به نفسه من أراد الهدى الله ييسر له الهدى ومن أراد غير ذلك أيضا فسنيسره للعسرة كل حسب ما يهوى وما يريد وما يختار والذين كفروا عما أنذروا معرضون يعني معرضون عن القرآن في صدودهم عنه وفي الإعراض عنه وفي عدم سماع آياته وفي عدم العمل بما جاء فيه من الأحكام قل يا محمد قل لهم أرأيتم ما تدعون من دون الله يعني أخبروني أيها الناس أخبروني أرأيتم ما كنتم يعني تعبدون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله تعبدون من دون الله الأصنام اللات والعزى وهبل ومنات وغيرها وفي ناس بيعبدوا الجن وفي ناس بيعبدوا الشمس وفي ناس بيعبدوا النجوم وفي ناس بيعبدوا الملائكة وفي ناس بيعبدوا الشيوخ أصحاب الطرق والصوفية بيروحوا لعندهم بيسألوهم يا اشفع لي أعطيني يعني خلي زوجتي تحمل الصبي وكذا يتعلقون بغير الله كل متعلق بغير الله هذا كله شرك قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من بشر أو من حجر أو من مخلوقات أو من الذين يتعلقون بالطواغيت والزعماء ويظنون أنهم يعني
سينفعونهم وأنهم سيحمونهم وأنهم يعني خلاص إذا سار في ركب هذا الطاغية أو هذا الظالم فهو سيحميه من الشرور ومن الآثام وسيعطيه المال وسيغلق عليه ما يريد. أروني ماذا خلقوا من الأرض. شو يعني هل هؤلاء الذين تدعونهم أصنام التي تدعونها والأشخاص والنجوم ماذا خلقوا؟ هل خلقوا نجما في السماء؟ هل خلقوا قمرا؟ هل خلقوا شمسا؟ ماذا خلقوا؟ أروني ماذا خلقوا؟ يعني أعطونا دليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وتقولون أن هؤلاء آلهة. الآلهة ماذا بعد؟ مثل ما صار الحوار بين إبراهيم والنمرود، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا هذا نحن إلهنا بيجيب الشمس من الشرق، أنت جيبها من الغرب حتى نصدق أنك إله. فهؤلاء لا يملكون شيئا، يعني الحجر الذي كانوا يعبدونه والصنم الذي كانوا يعبدونه وإلههم أحيانا يكون من التمر حين يجوعون يأكلونه، ماذا الذي في القبر المطعون عند صاحب القبر وتدعيه؟ هذا ميت، هذا بده شيء ينفعه هو، كيف ينفعه هو ميت؟ بسم الله. يعني هؤلاء لا ينفعون أنفسهم من مثلهم ولا يعقوهم يعني أي شيء. ماذا خلقوا من الأرض؟ ماذا فعلوا؟ شو خلقوا في الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل لهم يعني هل يشاركون الله في السماوات؟ هل لهم يعني هم علاقة مع الله ودخلين معه في شراكة في خلق السماء وفي الأرض؟ هل لله سبحانه وتعالى شركاء أو مساعدين أو معاونين في هذا الكون؟ طبعا والله سبحانه وتعالى لا يا حبيبتي، وأنت الطاهر تألم إذا شو بيني طبعا خير إن شاء الله كله خير يعني. نعم أم لهم شرك في السماوات، يعني هل هم يشاركون في تدبير أمر السماء؟ هل الشيخ الذي تدعيه البدوي أو غير البدوي سيد أحمد البدوي له علاقة في أمر السماء والأرض ويصرف الأمور ويصرف الكون وينفع الناس ويضر الناس؟ لا ينفعون أنفسهم، كيف ينفعون غيرهم؟ شوف الشيطان كيف يعني يحاول أن يضل الإنسان وأن يصرفه عن التوحيد وعن الإيمان. أم لهم شرك في السماوات إيتوني، هذه إيتوني تقرأ على وجهين، إذا وصلنا إذا قلنا أم لهم شرك في السماوات إيتوني، إذا وصلنا إيتوني، لكن إذا وقفنا عند السماوات ونستأنف بعد أن نقول إيتوني بكتاب إيتوني بتصير الهمزة يعني إيتوني، إذا وصلنا توني أم لهم شرك في السماوات توني، إذا وقفنا وبدنا نقرأ اللي بعده نقول إيتوني. الفائدة إيتوني بكتاب من قبل هذا، يعني في عندكم كتاب، عندكم مستند، عندكم دليل إنه الآلهة اللي عم تعبدوها هذه يعني إلها تأثير في هذا الكون؟ أعطونا دليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب من قبل هذا، يعني نزل من الكتب السماوية في التوراة في الإنجيل في الزبور فيما نزل من السماء، أعطونا في كتاب يثبت ألوهية هؤلاء الآلهة التي تعبدونها. إيتوني بكتاب من قبل هذا، يعني قبل هذا القرآن وقبل هذا، أو أثارة من علم، يعني أو شيء من العلم، أعطونا شيء من العلم، أثارة يعني شيء بسيط، في عندكم شيء؟ يعني عندكم دليل ولو كان بسيطاً على أن هؤلاء لهم علاقة في الخلق وفي تصريف الكون وفي حتى يستحقون العبادة، حتى يستحقوا العبادة وحتى يستحقوا التعظيم والإنسان يذهب إليهم ويطلب منهم الخير ويطلب منهم أن يبعدوا عنه الشر، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين؟ إذا أنتم صادقين وعندكم هذا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أبوائهم إن يقولون إلا كلمة. ما عندهم شو عند الدليل؟ الصنم شو عند الصنم؟ منات واللات والعزة اللي كانوا في الكعبة كانت 360 صنم أو أكثر، ماذا كانوا يفعلون؟ يذهبوا حتى الآن في قال في أحد الأخوة يقول راح على
بلد من بلاد شرق آسيا في صورة صنم يعني رمز عندهم هم المسلمين، بيأتي الناس بتجي عندهم بيجيبوا مصاري بيحطوا المصاري وبيصيروا يدعوا ويسألوا كذا. يعني إلى الآن في الوقت اللي نحن فيه الآن في القرن 21 في من يعبدون الأصنام ويتعلقون بالعبادة. طيب أنت اعمل عقلك هذا شو بدي فيه ذلك، ماذا يفيدك هذا الصنم وهذا الطاغوت الذي أنت تتقرب إليه؟ لكن لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هذا ما في أحد أضل ممن يدعو من دون الله، يعني ما في بعضها الضلال ضلال، لا أحد أكثر ضلالا من الذين يدعون من دون الله، يطلبون أو يسألون أو يتوسلون لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يستجيب لمن آل يوم القيامة يسأل ونديه وما لا يسمع ولا يعطيه شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة التوبة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسرهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذا لم تعرف فليخلق بعوضة، شايف البعوضة الصغيرة حشرة وسطة، هل يستطيع هذا الإله الذي أنت تتوسل به وتدعوه وتؤمن به وتعبده يستطيع أن يخلق أصغر كائن حي في هذا الكون؟ لا يستطيع. تحداهم الذباب وإن يسلبهم الذباب إذا تسلط عليهم الذباب لا يستطيعون دفعه. فأين العقل؟ وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. أنت واقف الماء تحتك تقول: يا الماء تعال لعندي، ما بيجي الماء لعندك، شو بيجي الماء لعندك؟ لو تجلس يعني مو سنة 20 سنة 100 سنة وتقول: يا ماء بدي أشرب، وأنت باسط كفيك والماء تحت، هل الماء يأتي إلى كفيك وتشرب؟ لا يأتي. كذلك الذي يدعو الأصنام مثل اللي رافع يديه وعم يطلب الماء ولم يأخذ السبب لكي يشرب الماء ولم يأخذ هذا الماء بيديه. إن الذين يدعون من دون الله من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، فاه يعني فمه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كذلك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، من يكمل الله؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت. مين بيحب يروح يسكن ببيت العنكبوت يعمل البيت ويسكن هو أولاده وزوجته ببيت العنكبوت؟ شلون بيسكن بيت العنكبوت بينسكن؟ لا يمكن هذا. وكذلك الذين يتعلقون بالآلهة بغير الله من أولياء من شيوخ طرق من أصنام من طواغيت مثل عم يتخذ بيتا من بيوت العنكبوت. والأمثلة كثيرة، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طبعا وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا يستطيعون حماية أنفسهم هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا تدعي من اليوم إلى يوم القيامة ما بيستجيب لك هذا السنة، ما بيستجيب لك هذا الذي تعبده وتتوسل به وتعتقد أنه يضرك وينفع وإلى يوم القيامة. هي القيامة هي القيام، لكن حط التاء هذه أيضا يعني لبيان عظمة هذا اليوم. وهم عن دعائهم عن دعاء هؤلاء الأصنام وغير الله غافلون ساهون لا يدرون يعني ما ينفعهم وما يضرهم. وإذا حشر الناس جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء، يعني يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإن الإنسان الذي يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى كما ورد في آيات كثيرة هذا لا ينفع. إذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الأصنام والمعبودات أعداء لعابديها. اللي بيعبد شيء يوم القيامة يكون عدوه، صاروا أعداء. يعني هم بيكونوا حبايب
يعني يكون البدوي حبيبك وعم تروح لعنده وتدفع فلوس تدفع مصاري وتاخذ له يعني هدايا وتضعها عند ضريحه، يوم القيامه البدوي نفسه بيكون عدو لك، يقول لك انا ما قلت لك عبدني، انت من حالك عم تعبدني. الشيطان يقول انا ما قلت لكم عبدوني، انتم من انفسكم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم على الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في تصوير تبرع الاصنام من الذين عبدوهم اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني الذي كان يعبد شيئا حجرا يوم القيامة الحجر بصير للروح وبصير عدو للذي عبده، بل يحمى عليه في نار الجنة ويحرق به زيادة بعد، مشان يعني يطمئن على سوء فعله وسوء صنيعه. ثم يقول سبحانه وتعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بعبادتهم ينكرونها لا يعترفون بها. الذي كان يعبد شيئا غير الله المعبود يتبرأ وينكر على من عبده يوم القيامة. وكانوا بعبادتهم كافرين يكفرون بعبادتهم وينكرونها ويجحدونها وينكرونها. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا القرآن تتلى على يعني يسمعون آيات الله أو يقرؤونها أو يرونها، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا للحق، للحق للذي جاءهم للرسول أو للخطاب الذي خاطبهم به، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، قالوا عن القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين، هذا سحر، هذا القرآن سحر، هذا سحر. وطبعا تعرف أنت الكفار كيف وصفوا القرآن، أكاذيب وقالوا أساطير وقالوا ساحر مجنون، وقال تعلم من الربان الذين كانوا في زمانه، وتكلموا كلام كثيرة وهو ليس بسحر ولا. نعم. قال إن هذا إلا سحر يؤثر كما يعني ورد في سورة المدثر. أم يقولون افتراه، يتهم النبي يعني بل يقولون افتراه، قمنا أم بمعنى بل، أم يقولون افتراه عن القرآن يعني اختلفوا وجابوا من عنده، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني قال الذين كفروا الحق، قالوا عن الحق سحر مبين، يعني سحر لا شبهة فيه، خلاص يعني 100% ما في شك يعني. نعم سحر مبين. أم يقولون بل يقول هؤلاء الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترى وجاء أتى بهذا القرآن من عنده، قل إن افتريت، قل لهم يا محمد إن افتريت، إن أنا أتيت به وإن أنا يعني أتيت شيء من عند قولته من عندي فلا تملكون لي من الله شيئا، كما ورد في سورة نعم القلم ولو تقول علينا بعضا، سورة الحاقة ولو تقول عليها بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما يستطيع يجيب حرف واحد زيادة ولا يستطيع نقص منه حرف. والله سبحانه وتعالى أنزل على نبينا ولو تقول، يعني لو جاب من عنده شيء زيادة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالقرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي أنزله، والنبي هو البلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أمر بتبليغ الرسالة دون زيادة أو نقصان. بل عكس في بعض الآيات فيها عتاب للنبي مثل عبس وتولى، نعم عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هو جابه ما كان حط هذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي آيات أخرى أيضا في عفى الله عنك لما أذنت لهم، كذلك يعني في آيات فيها ملامة للنبي وفيها تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم،
فكيف يأتي بشيء يمسه هو لو كان من عنده أو من عند الله سبحانه وتعالى؟ أم يقولون افتراه قل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تفيضون يعني تقولون تخوضون تزعمون تقدحون، يعني تفيض بشيء يفيض يعني يتكلم به، يتكلم يتكلمون عن القرآن ويتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلو لهم وما يخطر ببالهم. أم يقولون تقوله؟ نعم كذلك. قل ما نعم هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا شاهدا من هو الله سبحانه وتعالى شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. سبحان الله، قال وجاب الغفور الرحيم تليين الخطاب للكفار، تليين يعني بعد ما انه عم يرد عليهم انتم تتهموا بالنبي بانه يعني افترى القران وانتم تعبدون الاصنام، ثم جاء نعم وهو الغفور الرحيم، يعني ان تبتم ورجعتم الى رشدكم فان الله يغفر لكم. وهذا فيه يعني بيان لتأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الحق وإلى تليين الخطاب، مثل ما قال لموسى وحين أمره أن يذهب إلى فرعون أن يقول له قولا لينا، يعني وهكذا المسلم الداعي دائما يأخذ بالكلام اللين في مخاطبة الآخرين وفي نصحه وفي إرشاده. وكفى به شهيدا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد وهو الذي يكون شاهد بيننا وبينه يوم القيامة، وكل إنسان يشهد للنبي بالتبليغ ويشهد على الكافرين بالتكذيب شاهدا على أن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ويشهد يعني شاهد على أن الكافرين رفضوا وكذبوا وأعرضوا ولم يؤمنوا. هذا يكون الشاهد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يشهد لنبيه بتبليغ الرسالة ويشهد على الكافرين بتكذيبهم وعنادهم وجحودهم وإعراضهم وصدهم عن طريق الله عن طريق الحق. ثم يقول سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، الإنسان إذا يعني تاب وأناب واستغفر وعاد إلى الرشد الله سبحانه وتعالى يعني يسامحه فيما مضى، وقلنا لكم يقلب سيئات وحسنات. ورحيم يرحم يعني عند اسم صفاته الرحمة وأسمائه الرحيم سبحانه وتعالى. قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست أقول البدع، يعني البدع هو مثل ما يقولوا البدعة ليش سموها بدعة؟ لأنها شيء جديد ليست موجودة في الدين يسموها بدعة، فالبدعة أو البدع الشيء الجديد وما له مثال من قبل، ولهذا بديع السماوات والأرض، يعني الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، إبداع شيء جديد ما كان موجود من أول. قل يا محمد أنا ما كنت بدعا، يعني أنا لست أول رسول يأتي إلى هذه الأرض، بل هو كان خاتم الأنبياء والمرسلين، جاء قبل رسل كثيرين، كل الرسل كانوا والأنبياء كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت الرسالة وختم الأنبياء ورسل بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذا العناد ولماذا هذا المحاربة ولماذا هذا الكفر؟ قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول نبي ولست أول رسول، وإنما أنا مثلي مثل الأنبياء السابقين، ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم كذلك، لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. كان هذا في بداية الدعوة، لكن فيما بعد الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فبيّن الله له هنا في الآية لأنه يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له يعني بعض الأشياء التي هي يعني منحه الله سبحانه وتعالى وأعطاها إياه صلى الله عليه وسلم، وإن أتبع أنا إلا ما يوحى إلي الواحد ينزل عليه الواحد بلغكم فيه، يأتي جبريل بالقرآن فأقول لكم أنزل الله على جبريل هذا القرآن وجبريل أنزله عليه وما أنا إلا نذير
منذركم ومخوفكم وأبين لكم طريق الحق من طريق الضلال. فمن عمل صالحا لنفسه ومن عمل سوءا فلنفسه، وإنسان لا يلوم إلا نفسه. وأنا أبين لكم طريق الحق من طريق الضلال، وطريق الرشد من طريق الرواية والظلام. فالإنسان يختار الطريق الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول أرسل إليكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أيضا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني خلقني وخلقكم، وهو الذي تصرف بنا وإليه مردنا. ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي القرآن، وما أنا إلا نذير مبين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جازني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتك عن أمته يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به في عليين، وارزقنا شفاعته، وارزقنا صحبته، وأوردنا حوضه، واسقنا من حوضه الكريم كأسا لا نظما بعدها أبدا، نحن ووالدينا وأولادنا وذرياتنا والسامعين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.